هذه هي الجيل الجديد من ثلاجات سامسونج الذكية اللي بتراقب انت ايش بتدخل عليها وايش بتاخذ منها من خلال الكاميرا اللي موجودة في الزاوية فوق، اللي بمجرد ما اني امسك اي ايتم مثلا بروكلي حطيته بالثلاجة بقدر اني اجي اسكر الباب، الثلاجة استوعبت اني انا حطيت فيها بروكلي وبإمكاني اني اجي اقولها هذا، هي مستوعبة انه نحط في 9-1، فبتصير تبلغني بعد 3 أيام 4 أيام انه هذا البروكلي خلص صار باد، بطل منيح للأكل، فبقدر اني اعرف شو اشتري، وبقدر اني اجي من نفس المنيو هذه اشوف ايش موجود عندي ايتمز بالثلاجة، بقدر اضيف اشياء غير عن الثلاجة تعرفت عليهم، واطلع حتى على البنز تعون الثلاجة نفسها لأعرف ايش بالضبط ناقص عندي، وكل شيء متى نحط، بشوف باب الثلاجة من جوا والجهة الثانية هذا من خلال نفس الكاميرات، وإيش المواد اللي موجودة فيها، وكل شغلة متى دخلت على الثلاجة. اختراع خرافي صراحة.